طيب نخش بقى على موضوع مهم جدا، كل سنه وحضرتك طيب. في الاوبن بوفيه كتير قوي في رمضان، مثلا يقول لك ايه 250 300 جنيه 500 جنيه اوبن بوفيه، تخش النفر 500 300 وتاكل زي ما انت عايز. ما حكم هذا الامر؟ اللي هو ايه؟ الاوبن بوفيه. هو كان زمان بيقول لك لا احكم على غائب، وانا ورينا الاوبن بوفيه ونتكلم على الاوبن بوفيه. اولا يعني جزا الله جل وعلا الاخ السائل او الاخت السائله هذا السؤال، وهو في فعلا بعض الفتاوى موجوده على الانترنت يقول بعض المشايخ فيها بحرمه ما يسمى بالاوبن بوفيه. هو زي حضرتك ما ذكرت يا استاذ وجدي، الاوبن بوفيه الناس فعلا هو الراجل بيعلن اننا عندنا الوجبه ب 10 ب 20 ب 100 وهتقعد تاكل. في بعض المطاعم هنا بيقول لك مثلا اقصى حاجه ليك وانت قاعد ساعه ونص، يعني ما تقعدش طول النهار، قاعد ساعه ونص بحيث برضه لا يكون هناك نوع من انواع الزحام واستغلال المكان. من قال بالحرمه هو هذا راي وجيه، لانهم قالوا بان فيه نوع من انواع الغرر والجهاله، انا مش عارف هاكل قد ايه ولا هشرب قد ايه، وهو ما بياخد مني العشره مثلا او العشرين اللي ياخدهم، العشره او العشرين او المية او الميتين عند بعض الناس، بعضهم ممكن ياكل ب 500 وبعض الناس ممكن ياكل ب 100، فما ياخد 250 يبقى اللي هو بياكل ب 100 استفاد، واللي بياكل ب 100 خسران، واللي بياكل ب 500 مستفيد من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم في حديث من حديث ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. لكن خلينا نقول ان الغرر اذا كان وهو الجهاله، ما احناش عارفين بناكل قد ايه، ولا ناخد كم سندوتش ولا كم طبق، ولا هاكل يعني ماكولات بحريه ولا هاكل مشاوي، انا مش عارف، انا بخش ادفع وبدخل اكل. اولا الغرر اذا كان قليلا او الجهاله اذا كانت قليله هذا لا مانع منه، وهذا موجود في كثير من يعني من الامور التي اتفق العلماء على جوازها. يعني خذ على سبيل المثال، نعم، العلماء يتحدثون عن قضية دخول الحمام، للرجل أن يدخل الحمام في على أن يستحم في داخل الحمام، والحمامات دي موجودة من زمان جدا جدا جدا، وقالوا بجواز ذلك. طيب هل بيتفق الإنسان مع صاحب الحمام؟ عارف أنت الحمام التركي والحمام المغربي؟ نعم نعم. لما الناس بتدخل هذه الحمامات هل يعني مثلا بيتفقوا على مقدار المكث هيقعد قد إيه؟ لا. طيب مقدار الصابون؟ لا. طب على مقدار الماء؟ لا. على مقدار مش عارف البخار؟ لا. ففي غرر موجود. نفس الوضع في موضوع البطيخ، اما بتيجي حضرتك تشتري بطيخ، انت بتشتري بطيخه وفيها ما فيها من الجهاله، وفيها ما فيها من الغرر، والعلماء اقروا هذا البيع، وانا لما بروح اشتري البطيخه تطلع بيضة، تطلع حمراء، تطلع حلوه، تطلع مره. لا يا مولانا، ازاي انت ما حضرتش كل على السكين، على السكين. ده دي قضية تانية، لكن الآن أنا بدخل هذا الأمر مما عرف من صدر الإسلام، استئجار المرأة المرضعة للطفل، بيستأجروا واحدة ست ترضع الطفل. طيب هل بيتفق على قيمة اللبن؟ ده أمر غيبي من عند الله جل وعلا. المرأة المسترضعة لا بيتفق على هيقعد على صدرها كم دقيقة، ولا بيتفق هتشربه كم سنتيمتر ولا كم مليمتر، هذا ما فيش. والعلماء أجازوا من القديم أن الرجل يستأجر بطعامه وشرابه، ممكن تجيب واحد ويتم الاتفاق، هتشتغل عندي النهاردة يقول لك الأجرة إيه؟ يقول لك الأجرة بتاعتي إنك تأكلني فطار وغدا وعشاء، تديني الغدا والعشاء. طيب الغدا قد إيه؟ العشاء قد إيه؟ أمر غير معلوم، ممكن تجيب له فرخة، ممكن تجيب له نص فرخة، ممكن تجيب له سندوتش، هذا لا يتفق عليه. ولذلك ايضا كان، وده اللي اجازه الامام ابن القيم والامام ابن تيميه رحمه الله عليهما، ان الانسان يستاجر شاة اخر على ان يعني يحلبها لمده معينه، ممكن تقول لواحد اجر لي الشاه بتاعتك، انا هحلب الشاه بتاعتك ديت يوم 2 3 4، وكميه اللبن ايضا غير معلومه. وبناء على ما سبق انا ذكرت هذه الادله الكثيره حتى نستانس بها في هذا الامر، فالاوبن بوفيه يعني لا شيء فيه ويجوز للانسان ان يستخدمه. لكن انا انصح صراحه اذا كانت شخصيه غير معتاده في اكلها، واحد كده بسم الله، الناس ممكن تاكل سندوتشين، في واحد ممكن ياكل 10 20 سندوتش. انا كان معانا احد الشباب
يعني كان بسم الله ما شاء الله، كان بيقول لي يا دكتور، ساعتها ما خدش الدكتوراه، بيقول لي يا شيخ انا ساعه ما بجيب العيش بحطه قدامي، والدتي تاخد العيش من قدامي عشان يتبقى لاولاد اختي. يعني كان عنده طاقه بسم الله ما شاء الله، ايام ما كان الرغيف ما اعرفش بشيلن ب 50 قرش ياكلهم حاف وهو قاعد. انا اعلم احد الاخوه في يوم 14 سبع سندوتشات، 14 شقه عيش ايام ما كان الرغيف رغيف، وكان الاخ ياكلها وهو عادي يقول لك هنكمل اكل امتى. فهذا الامر يحتاج اذا 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 كان بهذه الصوره يقول الراجل خلي بالك مني بقى كده، يعني انا اكلتي كتيره، وياكل ولا شيء عليه ان شاء الله.